يتركون الأهل والأصحاب، يصارعون الأمواج بحثاً عن فرصة للعمل غير مبالين إن كانت بوسيلة قانونية أو لا، فالموت نفسه لا يمكن أن يمنعهم من المحاولة. هو كان راكب يوم 6/9، راكب المركب يوم 6/9، من ساعتها ما كلمناش. فصبحنا بعد كده بقى لما سمعنا أن في مركب غرقانة وكان أماني، رحنا قدمنا بتاع فاكسات في الخارجية يوم 21/9، ويوم 23/9 رحنا عملنا بلاغات في الخارجية، وبعد كده عملنا بلاغات في المركز، في مركزنا في زفت، وفي النيابة، وفي الأمن الدولي، ما حدش بيسأل عن حد. فالحد دلوقتي ما نش عارفة ابني فين، ولا عارفة عنه أي حاجة، ولا تليفونه برينه، برينا على ما مغلق أو غير متاح. فإحنا عايزينه حي أو ميت، ينشدونا عنه، يقولون كان حي حي يجيبوهولنا، ميت ميت نتلقى نشوف، يعني نقول نعرف نقول الله يرحمه، ونعرف نقول ربنا يسهله ويجي بالسلامة، نشوف هنقول عنهم إيه. إمّا إحنا دلوقتي عايشين على أمن، بندور عليه، ورحنا عملنا ورحنا أمن الأموال عمي، ورحنا اشتكينا في زفتي، واشتكينا في كل حتة، ما حدش راضي يدلنا عليهم أبدا، لا حد راضي يطمني ولا حد راضي يدلني. والله يا استاذ احنا يعني لا بننام ولا بنشوف النوم بعيننا، تقصوا ايه؟ ده ضانه ضانه مش عارفين نستدل عليه. الهجره غير الشرعيه مصطلح يسيطر على عناوين الاخبار بتكرار مقلق. احدث تفاصيله كانت في شهري اغسطس وسبتمبر الماضيين، حين غرقت مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين قرب سواحل ليبيا ومالطا، وغرقت معها أرواح 700 شخص على الأقل في هذا الحادث، بالإضافة إلى ما يزيد على 40 أسرة في محافظة أسيوط فقدت أبنائها مؤخرا في رحلات من ذلك النوع. مين في البلد دي مش نفسه يسافر برا؟ اسلوب معيشة، فلوس، حاجات كتير قوي. ما فيش شغل في مصر، فبنهاجر عشان نقدر نجمع فلوس، او حتى لو في شغل اصلا مبقاش على قد المسؤوليات او المصاريف اللي ورانا. الشباب بتهاجر عشان بتسعى لفرصه عمل بره مناسبه، بيبقى عايز يكون مستقبله بره، لان الظروف في البلد هنا بتبقى مش متاحه ان هو يبني اسره ويبني مستقبل هنا ويكون بيت وكده، فبيضطر ان هو يسافر بره. الناس طبعا بدات ان هي حاسه ان هي مش لاقيه فرص هنا لان المرتبات ضعيفه برضو، فبدات تفكر ان هي تسافر في دول تانية، تحس ان هي تعمل مبالغ او تعمل اي فلوس بره وتلاقي نفسها. تقدر منظمه العمل الدوليه حجم الهجره غير الشرعيه بما بين 10 و15% من اجمالي عدد المهاجرين في العالم، والبالغ عددهم حسب تقديرات الامم المتحده حوالي 180 مليون مهاجر، مما جعل هذه الظاهرة توضع في مقدمة الأجندة السياسية لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر استقبالاً لهذا النوع من الهجرة. كما أثبتت الأبحاث أن مصر هي الأولى في نسبة المهاجرين غير الشرعيين، وخصوصاً إلى إيطاليا، فتسعون ألف مصري يعيشون هناك بصورة غير شرعية، وتحتل الفيوم المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية في عدد مهاجريها غير الشرعيين. أنا كنت رايح فرنسا، ومن فرنسا لإيطاليا يعني، وكنا مسافرين مركب، ركبنا من اسكندرية وقعدنا في الماء 8 أيام، منهم 4 أيام ما فيش أكل ولا شرب، آخر 4 أيام كان الأكل خلص والماء، وكنا بنغرق. واتصلنا بإيطاليا، كان معانا السلك على المركب، ولأن الموج كان عالي، وقعدت بقى تلف حوالينا طول الليل وبعدت عننا، وقاموا واخديننا تاني بالنهار، عرفوا ياخدونا يعني، والطيارات ساعدتهم يعني. المهم رحنا اليونان، سجلنا هناك شهرين اتنين يعني وكده، وقمنا جايين، ولو جات لي حالا سفر تاني ما انا هروح تاني، انا بدور عليها دلوقتي، ولو جات لي هروح تاني وتالت ورابع، مع ان كنا بنغرق يعني. ومع بداية موسم الهجرة غير الشرعية هذا العام، توافدت الى مصر اعداد كبيرة من المهاجرين من مختلف الجنسيات، فبعدما كانت الرحلات مقتصرة او معظمها على المصريين، ظهرت جنسيات جديدة منها السوريون والفلسطينيون والصوماليون، ليظهر مؤخرا بعض المهاجرين من جزر القمر. سفن وعصابات وقراصنة، كلهم شركاء في رحلات الموت التي يدفع ثمن اشتراكها شباب عانى واقعا مؤلما من النزاعات والتهميش والإقصاء، ليصبح ماله وعمره ثمنا بخسا
لهذه الرحلات. أسماء فرغلي، كلام تاني.